هذا السؤال لازمك تطرحه للوزير الحالي نتاع التعليم العالي، علاش ما وقعش تكريم حمد ابراهيم كشخصيه معناها من احسن لانجويست اللي عندنا في تونس، معناها معترف به عالميا، راهو معترف به عالميا، طاقه عالميه راهو احمد ابراهيم. احمد ابراهيم عنده خصال القيادي الله يرحمه، هو اللي شجعني باش دخلت المسار، وقعد ديما نحب نمشي في على درب احمد ابراهيم والافكار نتاعو، افكاره التقدميه، نكران الذات، النزاهه، الثقه، التلقائيه، ما يحسبش، مش قاعد يحسب، وعنده بعد النظر والرؤيه، هذا عنده بعد النظر والرؤيه، ورمز من رموز المسار. وانا نقول للناس اللي تسمع فينا تتوقعوش كان نهار احمد ابراهيم كان هو اليوم على راس المسار، كان هو يخرج المسار في حزب اخر. هذا سؤال